بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناتكم قناة أشرف القاضي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن جهاز جديد من أجهزة السوق وإنتاج جديد لشركات الفئة المتوسطة. إحنا إن شاء الله الفترة الجاية هنتكلم عن أجهزة الفئة المتوسطة بصورة كبيرة جدا، لأن إحنا المرة يعني من 3 4 فيديوهات فاتوا كنا بنتكلم على أجهزة فوق ال1000 جنيه، وفي نفس الوقت وصلنا لغاية الأجهزة العالية الأندرويد العالية، فكانت أسعار بصراحة ربنا عالية جدا. النهاردة إن شاء الله والفيديو الجاي والفيديو اللي بعده هنتكلم على أجهزة الفئة المتوسطة الممتازة في نفس الوقت كأداء وكتشغيل وكمنصات. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن جهاز اللذيذ ده، جهاز جراند 9900. جراند 9900 يا جماعة هو أول إنتاج لشركة جراند بدعم فني لتيم المارفل، وطبعا كلنا عارفين سيرفر مارفل الطيار يعتبر من افضل واقوى في نفس الوقت المنصات الخاصة بالمشاهدة عبر الانترنت كدعم فني وكأداء بالنسبة للمنصة او السيرفر. دعم تيم مارفل النهاردة بيدينا جهاز حاجة كده شياكة قوي، وحاجة ما شاء الله جهاز انا بشوفه من الاجهزة اللي هيكون ليها دور كويس جدا في السوق المصري، وفي نفس الوقت جهاز اداؤه ثابت، خصوصا كمان انه بيعتمد في الاساس على منصة مارفل في تشغيل منصات الاي بي، وفي نفس الوقت معانا 3 منصات بالنسبة للشيرنج الخاص على الجهاز هنتكلم عنهم ان شاء الله باستفاضة. طبعا جهاز جراند 9900 يعني بدقة الفول اتش دي 1080 بكسل على 60 اطار، دقة ممتازة جدا، وصورة الجهاز الله اكبر صورة محترمة جدا 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 وقوية جدا، خصوصا على الاقمار وعلى القنوات الاتش دي والفول اتش دي بصورة مميزة جدا جدا جدا. طيب جهاز جراند 9900 هنفتح كده بسرعة، وبعد كده هنتكلم عن الخصائص الهاردوير والسوفت وير الخاصة بجهازنا النهاردة. طبعا ده شكل الجهاز زي ما احنا شايفين كده، ده شكل الانبوكس بتاع الجهاز. طبعا ده الكتيب اللي محدش بيقراه خالص ولا حد بيبص فيه، لانه كتيب نمطي، كلام نمطي زي ما يكون كده ايه انسان قال اللي كاتبه، مش لا يعني لا يغني ولا يسمن من جوع. طبعا ده شكل مكونات الجهاز. الجهاز بيجي معاه 2 ريموت، واحد بلوتوث واحد عادي. ال2 ريموت دولت شبيهين بأجهزة كتير لمعالج الفانيلا، لانه الجهاز معالج سام بلاس معالج فانيلا، وفي نفس الوقت الجهاز بسم الله ما شاء الله انا بشوفه من الاجهزه القيمه كشكل وكتقفيل. يعني حتى البوكس بتاع الجهاز الله اكبر شايفه بوكس لذيذ جدا، عامل زي كده علبه شوكولاته كده او حاجه كده، حاجه يعني من حاجات اللي هي البراندات يعني بصراحه ربنا، تقفيل مميز جدا، والجهاز في حد ذاته من جوه كهاردوير وكسوفت وير انا بشوفه مميز جدا جدا. اولا بورده عريضه بعرض الجهاز، وبورده كبيره طبعا، حراره وسخونه تعتبر لا شيء مش موجود، مجرد دفء بسيط جدا، وفي نفس الوقت الجهاز بسم الله ما شاء الله كامكانيات مميزه جدا. طبعا الجهاز بتاعنا ده جهازنا الجراند 9900. انا مش هتكلم على البوكس بتاع الجهاز دلوقتي، لكن هنتكلم على الجهاز اولا كده. طبعا ده يا جماعه شكل جهازنا جراند 9900. طبعا الجهاز بسم الله ما شاء الله، طبعا دي شاشة مضيئة ديجيتال، شاشة رقمية، وبيجي كمان معاه وصلة السنسور الاي ار او الوصلة الخارجية، الوصلة الرقمية اللي بسلك اللي ممكن تلزقها في الشاشة، فيبقى عندك هنا يعني ممكن تشغله على الشاشة المضيئة بتاعته، يا اما بتشغله على السلك، او عايز تحط الاتنين اوكي الامر سيان. تمام. الجهاز طبعا فيه 3 زراير بريس في الواجهة بالنسبة للباور وتقليب القنوات و تشغيل المنيو بتاع الجهاز. طبعا الجهاز بيجي معاه 2 ريموت، ريموت بلوتوث وريموت عادي، وفي نفس الوقت هنتكلم كده عن مداخل ومخارج الجهاز زي ما احنا شايفينها. بس قبل ما اتكلم عن المداخل والمخارج انا بتكلم على الجهاز. الجهاز اولا بورده عريضه شبيه اجهزه من اجهزه الطبات، الاجهزه العاليه الموجوده في السوق شبيههم بصوره كبيره جدا وشكله شيك جدا جدا. بالنسبه للهاردوير الجهاز ده معالج 2507 ال، طبعا كلنا عارفين المعالج دوت من حيث المرونه في الاداء وسرعه اداء الاوردرات او الاوامر، ودي ميزه كبيره جدا في معالج 2507، وفي ما شاء الله يعني كمية أجهزة بتعتمد على المعالج دوت وشغالة يعني بثبات تام كشيرنج وكاي بي تي في وكمشاهدة،
لان صورة الجهاز بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج، صورة مميزة جدا جدا جدا. طيب بالنسبة لجهازنا النهاردة الجراند 9900، بالنسبة للمنصات منصات كتير بسم الله ما شاء الله، نتكلم عن منصات يعني منصات وامكانيات في نفس الوقت. الجهاز بتاعنا يا جماعة زي ما قلنا معالج 2507 ال، الرامات بتاعته 1 جيجا رام، 1 جيجا رامات، وفي نفس الوقت فلاش روم بتاعه او الفلاش ميموري الخاص بالجهاز 8 ميجا مع واي فاي داخلي. الجهاز ده بيتحمل حتى 8000 قناة. جهاز بيجي لك معاه عدسة داخلية وعدسة خارجية مع كمان مخرج ال HDMI طبعا، والجودة الصورة بتقنية ال 1080 بيكسل على 60 فريم. الجهاز بتاعنا لو اتكلمنا على السيرفرات الخاصة بالجهاز، الجهاز بيجي لك عليه سيرفرين أساسيين. عندنا يا جماعة سيرفرين أساسيين جايين على الجهاز بتاعنا. الجهاز بتاعنا عليه سيرفر مارفل الطيار، سيرفر مارفل بنشوفه من أقوى سيرفرات السوق المصري حاليا في الثبات وفي المكتبات، إن كان على اللايف على قنوات البن أو على المكتبات الباقية. بسم الله ما شاء الله محتوى كبير جدا، محتوى لكل الفئات ما شاء الله، محتوى أجنبي كبير عريض، وفي نفس الوقت محتوى عربي محدث باستمرار بصفة يومية عن طريق تيم مارفل. الجهاز ده عليه سيرفر مارفل لمدة 30 شهر، يعني عليه سنتين ونص سيرفر مارفل، وكمان عليه سيرفر جراند الجديد. سيرفر جراند ده يا جماعة ده هدية من شركة مارفل، هو لا يعني ما يفرقش كتير عن مارفل بصراحة ربنا، من حيث الثبات أثناء ضغط المباريات ومن حيث المحتوى، محتوى كبير جدا وغني جدا ما شاء الله. فبالتالي عندك برضو سيرفر جراند الجديد، وده سيرفر وحيد نازل على يعني منفرد على أجهزة جراند بس، مش نازل على باقي أجهزة السوق. سيرفر مميز جدا وقدراته قوية جدا وثبات عالي جدا بصراحة ربنا. فبالتالي بقى عندك 2 سيرفر موجودين على الجهاز لمدة 5 سنين، عندك 5 سنين، سنتين ونص سيرفر مارفل الطيار وسنتين ونص سيرفر جراند، فأصبح عندك 5 سنين فري مجانا موجودين على الجهاز بتاعنا، جهاز جراند 9900. طيب هنتكلم على الشيرنج، في شيرنج على الجهاز موجود. عندك سيرفر، اول سيرفر الجوسات طبعا، وكلنا عارفين الجوسات ومميزاته وامكانيات الجوسات، عليه سيرفر الجوسات لمده 12 شهر، عليه سيرفر فونكس، فونكس كلنا عارفينه ما شاء الله دلوقتي بقى يطلب كتير في السوق، يتجدد على اجهزه المعالج فانيلا كلها حاليا، لانه سيرفر اثبت اداؤه بصراحه على اقمار كتير خصوصا الاقمار الاجنبيه. سيرفر فونكس لمده 12 شهر على الجهاز، وكمان عندك سيرفر الاورنج شير برضه موجود على الجهاز لمده 12 شهر. اصبح عندك 3 سنين شيرنج على جهازنا النهارده، وكمان عندك 5 سنين منصات مشاهده عبر الانترنت عن طريق الاي بي تي في. فبالتالي بقى عندك في توليفه كويسه جدا بالنسبه لامكانيات جهاز، بشوفه جهاز مرن جدا في التعامل معاه. هنشوف برضه باقي مكونات الجهاز كده بسرعه في عجاله، مش هنطول عليكم. زي ما احنا شايفين يا جماعه بيجي معاه كابل متر، كابل بتاعنا ده كابل متر، كابل محمل ما شاء الله، كابل ال اتش دي ام اي، وبيجي معاه كمان حجاره البطاريه طبعا الخاصه بالريموتات، ومعانا وصله السنسور الاي ار او الوصله الديجيتال او الوصله الرقميه اللي انت بتلزقها في الشاشه دي، الوصله الرقميه او وصله الارقام زي الناس بيسموها، ليها كذا اسم يعني، هي وصله رقميه او وصله ديجيتال او سنسور الاي ار دي اللي بتتلزق في الشاشه، مع ان الجهاز فيه لوحه رقميه مضيئه فيه، يعني لو احنا كده بصينا كده عندنا الجزء ده جزء مضيء لما نوصل الباور بتاع الجهاز. وكمان عندنا يا جماعه الادابتور الخاص بالجهاز، ادابتور 12 فولت 1.2 ملي امبير موجود معاه، وبعد كده عندنا الاثنين ريموت، عندك 2 ريموت طبعا، الريموت العادي اهو زي ما احنا شايفين، وده ريموت البلوتوث الخاص بالجهاز. طبعا الجهاز بسم الله ما شاء الله زي ما قلنا بورده عريضه، وده اللي يهمني، البورده العريضه يا جماعه دايما بورده مريحه اثناء الاستخدام وخصوصا في درجات الحراره العاليه. البورده العريضه دايما بنشوف انها مميزه جدا في درجات الحراره العاليه. الجهاز بورده عريضه، وفي نفس الوقت الرام ال 1 جيجا بيديك وبيتيح لك مساحه كافيه انك تقدر ان انت تدي كل الاوامر للجهاز في وقت واحد، الجهاز معاك
في مرونه في الاستخدام. هنسيب لكم طبعا في صور كتير ظهرت وفي صور هتظهر بالنسبه لمكونات الجهاز وبالنسبه لصور الجهاز في حد ذاته كقوائم، لان برضو في حاجه كويسه جدا في قوائم جهازنا الجراند 9900 ان الجهاز انت ممكن تغير لون القوائم من الداخل، يعني ممكن تخلي اللون جري، اللون ازرق، اللون اخضر، اللون زي اللون بنفسجي كده فاتح، بتغير لون القوائم من جوه. قوائم المنيو بتاع الجهاز كلها ممكن تغيرها، وفي نفس الوقت قائمة القنوات تقدر ان انت تغيرها من جوه، ودي حاجة جديدة بالنسبة لأجهزة السوق، يعني ان الجهاز تقدر تغير شكل او لون السيمز بتاعه او لون السوفت بتاعه من جوه بألوان مختلفة، اللون المناسب لعينك او اللون اللي انت شايفه مرتاح له، كأنك كده عملت له سوفت جديد. ان كل ما تغير لون الخلفية بتاعة القوائم بتحس ان انت الجهاز عندك بقى جهاز تاني، جهاز مختلف، وكل واحد بيحط او بيختار اللون اللي هو عايزه من داخل المنيو الخاص بالجهاز. فطبعا دي ميزه مش موجوده في الاجهزه اللي في السوق حاليا الا في جهاز او اجهزه جراند. في عندنا جهازين جراند ان شاء الله هنتكلم عنهم من اجهزه الفئه الاقتصاديه، الجهاز الاول هو جراند 9900، وفي كمان جهاز جراند 9000 ان شاء الله هنعمل له برده فيديو، وده برده جهاز اقتصادي في نفس الوقت سعره يعني 750 جنيه وبس، عليه سيرفرات مشاهده، طبعا في واي فاي داخلي، الجهاز فيه واي فاي داخلي، وفي نفس الوقت الجهاز داعم للاي بي تو سات، داعم للشفرات، داعم لتشغيل قنوات الشيرنج بصوره مميزه جدا، كل ده موجود على جهازنا. كمان الجهاز قابل للتحديث اونلاين عن طريق الانترنت، تقدر ان انت تحدث السوفت الخاص بجهازك عن طريق الاونلاين ابديت الخاص بالجهاز، موجود فيه ملفات قنوات وموجود فيه ملفات السوفتات، اي سوفت عايز تنزله، اي ملف قنوات عايز تنزله عربي انجليزي مدمج عربي في انجليزي موجود برضو، كل ده موجود على الاونلاين بتاع الجهاز، مش بتحتاج تجيب فلاش ولا تنزل ملفات ولا اي حاجه، بتخش على التحديث اونلاين ابديت بتلاقي الدنيا معاك زي الفل، وبتحدث جهازك في جزء من الثانيه. كل ده موجود على جهازنا النهارده. لو جينا بصينا يا جماعه للخلفيه بتاعت الجهاز، طبعا عندنا دي فتحه ال LMB الخاصه بسلك الدش، وكمان عندنا الفتحه بتاعت ال HDMI، فتحه ال AV طبعا HDMI عشان توصل على الشاشات الحديثه، فتحه ال AV علشان توصل على التلفزيونات القديمه اللي بتشتغل بوصله 2 في 1 او 3 في 1 الاوديو وفيديو، وكمان عندنا فتحه التحديث الخاصه بالفنيين عن طريق الكمبيوتر، وبعد كده عندنا فتحة سنسور الاي ار او السلك العدسة الرقمية، وبعد كده عندنا فتحة الباور ال 12 فولت، دي كلها الفتحات المتاحة على جهازنا. عندنا هنا ثلاث زراير بريس خاصة بالفتح والغلق، وفي نفس الوقت خاصة بالتقليب في القنوات والمنيو في نفس الوقت. كمان عندنا شاشة مضيئة، دي كلها عبارة عن شاشة مضيئة بعد توصيل طبعا الكهرباء بالجهاز. الجهاز هنسيبكم مع بعض الصور ليه كذا المميزة بالثبات التام على منصات المشاهدة وعن طريق كمان الشيرنج الخاص بالجهاز. بنشوفه من الأجهزة المميزة كمان بالنسبة للفئة السعرية المتوسطة اللي هو خاص بيها، اللي بتتيح للمستخدم مدة طويلة جدا في الاستخدام بثبات تام، وكمان مع دعم فني شامل وضمان كمان لمدة سنة. طبعا بشكركم جدا، دمتم بصحة وبعافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.